السلام عليكم، تحية كبيرة لمتابعينا الكرام للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. نبدأ معكم بصور الأقمار الاصطناعية نهار يوم الثلاثاء. هناك كميات من الغيوم المتوسطة والعالية تندفع إلى مناطق واسعة من البلاد مصحوبة بغيوم رعدية ماطرة في أجزاء من جنوب غرب البلاد، كذلك جنوب منطقة الرياض، ولاحقا يتوقع أن تتشكل هذه الغيوم مساء يوم الثلاثاء على شرق المملكة العربية السعودية وجنوب شرق منطقة الرياض بمشيئة الله. هناك أيضا تدفق لرياح باردة قادمة من البحر الأبيض المتوسط نحو شمال المملكة العربية السعودية، وهي المسؤولة أو هي المترافقة مع الكتلة الهوائية الباردة التي ما زالت تتمركز شمال المملكة العربية السعودية، كذلك التي تسبب الاضطرابات الجوية في المناطق الداخلية من البلاد. ونبدأ معكم بالحالة الجوية المتوقعة إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع على المملكة العربية السعودية. هناك حالة جوية قوية من عدم الاستقرار الجوي متوقعة على وسط القطاع الغربي وجنوب غرب المملكة العربية السعودية، ستسببها كتلة هوائية باردة جافة وقوية تندفع إلى المناطق الداخلية من البلاد وبشكل غير اعتيادي. هذه الكتلة الهوائية الباردة ستتزامن مع تواجد رطوبة ودفء عالي جدا في البحر الأحمر، يعمل ذلك على عدم استقرار جوي شديد في تلك المناطق وبالأخص يوم الجمعة، تؤثر على منطقة مكة المكرمة وتصل أيضا إلى مدينة جدة مصحوبة بالأمطار الغزيرة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار. وبالنظر بشكل مفصل أكثر لنبدأ معكم مع مساء يوم الأربعاء ويوم الخميس. هناك جبهة هوائية باردة متوقعة أن تندفع بمقدمة الكتلة الهوائية الباردة التي تكلمنا عنها، التي ستبدأ بمساء يوم الأربعاء وتسبب الأمطار المتفرقة على أجزاء من الرياض وجنوب القصيم، كذلك الدوادمي، أيضا المنطقة الشرقية المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين. هذه الأمطار متوسطة الشدة بشكل عام ومتفرقة، وأحيانا قد تصحب مع حدوث الرعد. أيضا سبب هذه الجبهة الهوائية الباردة انخفاض كبير وملموس بدرجات الحرارة، درجات الحرارة ستكون أقل من معدلها بالعاصمة الرياض يوم الخميس والجمعة بحدود 10 درجات مئوية، حيث ستسجل بداية 20 مئوية إن شاء الله. الأمطار الغزيرة متوقعة إن شاء الله غدا يوم الأربعاء بعد العصر على المناطق الجنوبية الغربية من البلاد، وتبدأ هذه الأمطار الرعدية مساء يوم الخميس بالامتداد نحو مكة المكرمة ومدينة جدة مصحوبة بتساقط زخات الأمطار الرعدية ونشاط الرياح، كذلك إثارة الغبار الكثيف وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية. ونقترب أكثر إلى منطقة وسط القطاع الغربي من مساء يوم الخميس حتى نهار يوم السبت. الكتلة الهوائية الباردة المتوقعة إن شاء الله سوف تصل إلى شمال صحراء الربع الخالي متزامنا مع تواجد هواء رطب في البحر الأحمر، سيؤدي ذلك إلى تطور حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تشمل منطقة مكة المكرمة، كذلك سواحلها مثل مدينة جدة، أيضا المناطق الجنوبية الغربية مثل الباحة وأبها وعسير. هذه الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية الشديدة، كذلك تشكل السيول. السيول ربما تكون جارفة في بعض تلك المناطق بسبب تضاريسها الصعبة، كذلك شدة الهطول العالية. أيضا هناك رياح قوية متوقعة في أجزاء من وسط القطاع الغربي مثيرة لكميات كبيرة من الغبار الكثيف وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية. أيضا هناك كما أشرنا سابقا غبار كثيف يومي الجمعة والسبت، فالهواء البارد المتواجد في المناطق الداخلية من المملكة العربية السعودية يحاول الانتقال إلى المناطق التي تقع في البحر الأحمر والدافئة. يحدث هناك فرق كبير في الضغط الجوي السطحي بين تلك المنطقتين، يعمل على نشاط هذه الرياح الشرقية خاصة في ساعات الصباح الباكر. هذه الرياح تؤدي إلى انخفاض حاد في مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامه خاصة في بعض الطرق الخارجية، لذلك يجب توخي أقصى درجات الحيطة والحذر على تلك المناطق ومنها ضمنها مدينة جدة أيضا رابغ شمالا. وأطلقنا التحذير المرتفع على المملكة العربية السعودية خاصة على الأجزاء الغربية منها خلال يومي الجمعة والسبت، وذلك بسبب قوة الحالة الجوية المتوقعة على تلك المناطق. هناك عواصف رملية شديدة متوقعة على وسط القطاع الغربي، كذلك جنوب منطقة الرياض مثل الأفلاج ووادي الدواسر والسليل، كذلك هناك سيول قوية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة ومرتفعات جنوب غرب السعودية والأخص يومي الجمعة والسبت. أيضا هناك اضطراب شديد في أمواج البحر الأحمر خاصة أيضا يومي الجمعة والسبت، وذلك بفعل الأرياح الشرقية والعواصف الرعدية القوية المتوقعة خلال نهاية الأسبوع. وبالنهاية لا تنسوا التحميل موقع تحميل تطبيق طقس العرب للمزيد من التفاصيل حول هذه الحالة الجوية، كذلك لا تنسوا متابعة موقع طقس العرب حول هذه الحالة الجوية القوية التي سنستمر في إصدار عدة تحديثات حولها. كان معكم حسن عبد الله، نتمنى لكم السلامة وفي أمان الله.